شايفين يا حبيبي الرز المعمر طلع احلى رز اهو، شايفين جمال ازاي ومستوي وشايل ووشه طري وحلو، شايفين مفيش احلى من كده. انا على فكره ما ولحتش الفرن من فوق، انا فرني بحط على تحت على الصاجه واسيبه يحمر، والكوارع احلى كوارع مستوية. الغلوة اللي احنا خدناها بالليل بتسهل وتخلي لك الكوارع طيبة وجميلة وما فيهاش اي زفرة، بس اغسلها كويس بالليل وخدها غلوة وسيبها في الشوربة، وساعة واحدة الصبح هتلاقيها استوت. وان عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسونوش في اللايك ودعواتكم الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ انا النهارده هعمل لكم الرز المعمر بطريقه سهله جدا للبنات الصغار اللي عايزين يعرفوا يتعلموا ويعملوا ازاي، وعامله لكم كمان الكوارع، وعملت تكه جميله جدا لتسويه الكوارع، هتسويها مسافه ساعه واحده. ليه؟ لان انا جبت الكوارع بالليل وغسلتها كويس جدا وغسلتها بالملح، غسلتها بالملح والدقيق والليمون ونقعتها ساعة، وبعدين خدتها غلو، خدتها غلو، بعد ما خدتها غلوة ربع ساعة بس شلت الريم من عليها وحطيت لها التوابل بتاع وطفت عليها وسبتها، سبتها لحد الصبح، قمت علقت عليها الصبح، هي ساعة، هي ساعة واحدة مستوية جد أحلى كوارع ممكن تاكليها. هسيب الكوارع بقى في الشوربة كده وشوية هشيلها عشان أحمرها، وهنيجي نعمل الرز المعمر. هنبدأ دلوقتي هنعمل الرز المعمر. الرز المعمر أنا معايا صينية شكل دي كده، صينية اللي هي الخويطة لها حرف دي، الصينية دي عندي بتاخد 2 كيلو، بتاخد منك انت عندك لو هتعملي في طبق صغير كده ممكن ياخد نص كيلو، وحسب الحاجة اللي انت بتعملي فيها هتعملي قد ايه، ما تبنيش الرز لحد الآخر عشان ما يطلعش منك جامد ومش حلو. هي نص الصينيه بس والنص الباقي ميه لبن، وبقيت يعني تلتين لبن وتلت ميه. هنعمل دلوقتي انا معايا الرز اهو غسله، ومعايا الزبده بتاعتنا احنا بنفرشها في الارض، فرضيت الصينيه برضه، الصينية بتبقى حلوة ما ترجعش تاني تهدري الوش الصينية ولا تحطي من فوق، هي كده كده خلاص. معايا معلقة ملح هحطها على اللبن اللي انا مسخناه. في ناس بتحط الرز المعمر سكر، بصراحة أنا ما بحبش أحط له سكر، عايزين تحطه هتحط له معلقة سكر ممكن يبقى طعمه حلو برضو وياك. ومعايا معلقة قشطة، القشطة ديت اللي بتبقى على وش اللبن، نقلبها في الرز وزيت هو كده كده هيتقلب كله مع بعضه، وفضي في الصينية بتاعتي. هات الرز ياما او رز مش ياما ولا حاجة، بس هو ما يتغسل بزيت. هحط عليه بقى دلوقتي اللبن، على فكرة انا مولعه الفرن، لازم الفرن يبقى حام، انا فرني بولعه من تحت واحطه على الصاجة بيحمره من فوق ومن تحت عادي خالص، وفي فران ممكن تولعي من فوق ومن تحت، لو هتولعي من فوق ومن تحت هتخليه ياخد وش كده من فوق، هتخليه ياخد وش من فوق وتدفع عليه وتسيبيه من تحت لحد ما يستوي ماشي. انا هحطه في الفرن بقى، ولازم تزوديه ميه كمان، انا هحط شويه ميه واكمل بقيته في الفرن. انا حطيته في الفرن اهوت على الارضيه بتاعت الفرن، لان الفرن بتاعي مو بيولع من تحت وبيحمر، اسمه بيولع من تحت وهو حم بيحمر ويخلي وش الحاجه جميله من فوق من تحت، انا فرن كده. في
في فرن ممكن تحطها بقى وتعلي شويه من فوق ياخد وش وتطفي وتكملي من تحت تسيبيه شغال من تحت. هزود شويه ميه بقى واسيبه يستوي بقى كده خلاص، ما تمشي الصينية اوعى عشان ما تفرش وتملى الدنيا. يستوي بقى وهرجع اوريه لكم. الرز في الفرن اهوت بس لسه هيكمل سواه، قدامه كمان 10 دقايق بكتير خالص واطلعه من الفرن. هطلع شايفين وشه جامد ازاي اهو، شايفين يا حبايبي الرز المعمر طلع احلى رز اهو، شايفين جميل ازاي ومستوي وشايل ووشه طري وحلو، شايفين مفيش احلى من كده. انا على فكره ما ولحتش الفرن من فوق، انا فرني بحط على تحت على الساقة واسيبه يحمر، والكوارع احلى كوارع مستوية. الغلوة اللي احنا خدناها بالليل بتسهل وتخلي لك الكوارع طيبة وجميلة وما فيهاش اي زفرة، بس اغسلها كويس بالليل وخدها غلوة وسيبها في الشوربة، وساعة واحدة الصبح هتلاقيها استوت. وما عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسونش في اللايك ودعواتكم الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.